لمعرفة آخر التطورات حول الحادثة انضم إلينا الآن مباشرة الصحفي اللبناني صهيب جوهر. صهيب أهلا بك، بداية هل لك أن تحدثنا عن آخر مستجدات التحقيقات وهذا الحادث؟ كل التحية لكم ولمشاهدي قناة يو تي في. الواضح أنه ما جرى هو عملية اغتيال، على عكس ما تبشرنا به بعض القوى السياسية والأمنية حول وجود احتمالات أخرى، لكن من يعرف لقمان سليم يدرك بأنه كان من أشد معارضي هذه السلطة السياسية التي يتربع على عرشها اليوم حزب الله وكل الأفرقاء السياسيين الذين يدورون في فلكه، والذي حول الدولة بمكان أو بآخر إلى مزرعة وليس إلى دولة. يعني بالعودة إلى نعم. هل كلامك يعني أن التحقيقات سوف لن تصل إلى الحقيقة مثل ما حدث لتفجير الميناء 6 أشهر ولحد الآن ما عرفنا من هو الجاني؟ يعني إذا بدك تحكي عن مسار طويل في التحقيق اللبناني الجنائي، ما بنوصل لشيء منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري مرورا بكل عمليات الاغتيال التي حدثت خلال السنوات الماضية. لم تصل اللجان التحقيق المحلية إلى أي شيء، لأنه هذا البلد بطريقة أو بأخرى خاضع لسلطة سياسية يأمرها أمين عام حزب الله والفريق السياسي الذي يدور في فلكه. لذلك كل تعويل على تحقيق محلي هو تعويل غير حقيقي وتعويل فارغ. التعويل الحقيقي اليوم على أن تكون هناك تحقيق دولي يشمل عمليات الاغتيال التي حدثت مع كل النشطاء السياسيين وكل القيادات السياسية في المرحلة الأخيرة ومنذ السنوات الأخيرة. إذن قوات الأمن جوهر، يعني التحقيق هذا لم نصل إلى الفاعل. من هو الفاعل يعني؟ أنا أستبعد أن يعني أؤكد لك أن نحن نستبعد كنشطاء كصحفيين كحاضرين في الحياة السياسية اللبنانية أن نصل إلى أي مكان بالتحقيق المحلي، لأنه التحقيق المحلي لم يصل لا من 50 سنة مش من اليوم. يعني طيب نرجع إلى اغتيال كمال جملاط إلى طيب اليوم صحيح. لم يصل منذ هذا التحقيق مدة لم نشهد هذه الاغتيالات في لبنان. هل برأيك صحيح ستعود سلسلة الاغتيالات في بيروت؟ أنا ما بدي أقول أنه ستعود سلسلة الاغتيالات أم أنه لن تعود، ولكن واضح اليوم أنه في فريق في السياسة مأزوم، هو هذا الفريق الحاكم يلي بنرجع بنقول انه جزء اساسي منه هو حزب الله. بعيدا عن الاتهام القضائي بس عم نحكي بالسياسه اليوم، لقمان سليم هو معارض لحزب الله وهو معارض لهذه المنظومه. لذلك يعني موضوع عوده الاغتيالات من عدمه هذا يعني منوط بالفريق السياسي الذي يدير عمليات الاغتيال واللي هو خبره بعمليات الاغتيال منذ سنوات الى هذا اليوم. طيب الصحفي اللبناني صهيب جوهر حدثنا عبر سكايب، شكرا جزيلا.